سيدنا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الاحوال طيبه، كل شيء بخير. مرحبا بكم مجددا عند بوتيك اليوسفي، خياطه مختلف التصاميم التقليديه وبيع الملابس التقليديه الجاهزه، وايضا كل ما يدخل في نطاق التقليدي من بلغه وطربوش وسروال قندريسي واثواب بمختلف الفصول الاربعه. مرحبا بكم مجددا، ودائما في اطار كنحاولوا دائما كل يوم نقدم لكم جديد، سواء على المستوى الثوب ولا على المستوى الخياطه، وايضا حسب الظرفيه التي تقتضي ذلك وحسب الفصول. فمرحبا بكم، واليوم ما شاء الله غادي نحاول نقدم لكم هذا الفيديو هذا الخاص بحكم يعني ازدياد الطلب عليه. فمرحبا، كنعطيكم واحد الصوره اللي هي كامله واضحه بالنسبه للناس يعني اللي كيهمهم الامر، بالنسبه للحفلات او لا ايضا يعني بالنسبه للسلام اللي كيعشقوا كيما يديروا، سواء لا في الصيف بمليفه ولا بالحبه، او لا ايضا في الناس بالنسبه للاعراس يعني كيبغيو يديروه، او لا ايضا بالنسبه اللي كيعشقوا هكا يعني عشق تاريخي هكا سبحان الله. فمرحبا، يعني كنصاوبوا سلاب مختلف يعني الاثواب، بغيتي مليفه ولا بالحبه ولا بالشخمه ولا مليفه الرقيقه او لا بالسوستي او لا بالبزيوي اللي بغيتي. وان شاء الله نخليكم مع الفيديو ديال اليوم، هذا فيديو خاص. هذه جلابه ديال السوستي ديال البلار من تحت الركبيه بتو ديال الاولى الخدمه، خلاص كل شيء باليد، سواء من الركبيه اللي من تحت الجلابه والجلابه والسلام. بالنسبه للسلام التوب ديال البزيوي الحر، انتم كيف كتشوفوا معايا، وغادي نخليكم تكتشفوا التفاصيل. بالنسبه للطربيش ايضا الطربوش، ايضا يعني الطربوش الخاص يعني بالشاشيه ديال الولاء، انتم كيف كتشوفوا معنا. وخلاص وكاين حتى الطربوش الوطني ايضا، فراه متوفر كيف كتشوفوا معنا. يعني هذا سلهام، انتما التوب ديال البزيوي حر، الخياطه خلاص خياطه كلها باليد، السيف انتما كيف كتشوفوا داكشي مرمى ما شاء الله، عقيده باللين. هو خلاص سلهام راه عنده جوج طرق ديال اللباس، كاين هاد الطريقه هكا وكاين الطريقه الثانيه من هنا كتحشم من هنا هكذا. بالنسبه للجلابه خلاص ايضا جلابه من تحت الدراس سوستي ديال البلار، انتما كيف كتشوفوا. ايضا بالنسبه اللي من تحت الجلابه كاينه الركابيات، هي خدمه باليد تما كيف كتشوفوا. الجلابه راه كلها برشمان باليد انتما، استفاد المضمه ايضا. وبالنسبه للركابيه ايضا الزواق ديالها انتما كيف كتشوفوا الخدمه كي دايره، السفايف راهم دايرين خلاص على كل شيء، لا بالنسبه للجلابه ولا بالنسبه يعني السلام. السلام انتما كيف كتشوفوا يعني تم التالي ديالو، انتما الخدمه يعني خدمه نقيه انتما كيف كتشوفوا، خدمه ما شاء الله يعني. والتوب ديال البزيوي، البزيوي الحر يعني كيف كتشوفوا معنا. فبالتالي اللي بغى شي كوموند ولا بحال هذا ولا ما عليه الا يتواصل معايا عبر الخاص، ونجاوبوا على اي سؤال ولا اي استفسار، ويدفعنا غير الكوموند فقط، يعطينا واحد شويه ديال الوقت ان شاء الله باذن الله، وكنوجدوا له الكوموند كيما بغى. وبالنسبه للبليغه باش ما ننساهاش، هانتوما بليغه ديوانيه راه فيها مختلف الانواع، ابتداء من 100 درهم حتى 500 درهم، جودات مختلف الجودات، جوده الممتازه الى جوده ميان الى ابسطها. فمرحبا بكم. وبالنسبه للاثواب ايضا راه متوفر عندنا، كاين الشعره الحره، كاين الديمسي، كاين السوستي بالانواع ديالو، البرلار، العمودي، كوتون، كاين لولان في انواع حتى هو. فبالتالي اللي بغى شي حاجه ولا معلي الا يتواصل معنا ان شاء الله باذن الله. بالنسبه للبلغه حتى هي راه كاينه بمختلف الالوان، بالنسبه للجلد، بالنسبه للزيواني حتى هي كاينه راه كاين. فبالتالي اللي بغى شي حاجه ولا معلي الا يتواصل معايا ان شاء الله باذن الله. وما تنساوش البارطاج الفيديو للقناه مع المعارف والاحباب باش يوصلكم الجديد لنا كل يوم ايضا، وباش تشجعونا وتشجعوا الصناعة التقليدية المغربية إن شاء الله، وتبقى مستمرة من جيل إلى جيل.